توج ليفربول وتوج صلاح وكتب التاريخ. إنجاز تاريخي لليفربول، ولا يختلف اثنان على مساهمة الفرعون المصري. أهداف وتمريرات عبدت الطريق لألقاب محلية وأوروبية وعالمية. الآن وقد حقق جميع الألقاب الجماعية والفردية التي يتمناها كل لاعب، هل حان الوقت الفراق؟ هل فعلا يرغب صلاح في خوض تجربة جديدة؟ هل يخطط المدرب كلوب لإعادة ترتيب أوراق أنفيلد والتخلي عن صلاح؟ لكن إن غادر صلاح أنفيلد، أين سيحط الرحال؟ ريال مدريد أم برشلونة؟ وهل سيقاوم إغراءات اللاعب في البرنابيو أو الكامب نو؟ مصادر عدة تحدثت عن رغبة مستمرة من ريال مدريد لضم صلاح، وعن تخصيص النادي الملكي ميزانية ضخمة لتحقيق ذلك. مساعي الريال ستزيد مع تراجع فرص التعاقد مع الفرنسي مبابي الذي قرر البقاء لسنة أخرى مع باريس سان جيرمان. لكن هل فعلا ريال مدريد هو الفريق المناسب لمحمد صلاح؟ لماذا المخاطرة واستبدال فريق يعاملك كأحد نجومه الأوائل بفريق تصبح فيه مجرد رقم؟ برشلونة هو الآخر أبدى اهتمامه، لكن كم من نجم اختار الكامب نو فقط ليعيش في ظل ميسي؟ بطبيعة الحال برشلونة وريال مدريد يضمنان التنافس على جوائز أخرى، ولن يلام صلاح إن اعتقد أنهما الطريق الوحيد للتنافس على الكرة الذهبية.